يعني محمد، أريد أن يعني أتطرق معك لنقطة يمكن كثر الحديث عنها خلال الساعات الماضية. هل بالفعل روسيا استخدمت أسلحة كيميائية داخل أوكرانيا؟ هل هناك تأكيدات أوكرانية على هذه المسألة كما صرحت الاستخبارات البريطانية؟ وإذا كان هذا الأمر حقيقي بالفعل، ما طبيعة الردود التي يعني يتبناها أو تتبناها أوروبا تجاه هذه المسألة؟ نعم، هو في الحقيقة التحقيقات الآن لازالت مستمرة، لأنه الحديث تم فقط عشية أمس من قبل مجلس مدينة ماريوبول، وتحدث في الأساس عن قصف روسي بطائرات مسيرة باستخدام ربما مواد سامة. اكتشفت هذه بعد أن أحس الكثير من المدنيين كما تقول أو يقول المجلس وبعض العسكريين بصعوبات في التنفس، لذلك فهناك احتمالية لاستخدام القوات الروسية سلاحا كيميائيا في مدينة ماريوبول وفق ما يرى الجانب الأوكراني. طبعا الآن الأمر يحتاج الآن إلى تحقيقات، لأن المعلومات الواردة من هناك ضئيلة جدا، وخاصة وأن المدينة محاصرة بشكل كامل لمدة أكثر من 40 يوما، وحتى نرى التقارير الغربية، فالولايات المتحدة وبريطانيا قالت إنهما تحققان في التقارير الواردة عن استخدام روسيا لأسلحة كيماوية في ماريوبول. وزيرة الخارجية البريطانية كانت قد قالت بأن بلادها تعمل مع شركائها للتحقيق في احتمال استخدام هذه المواد في الهجوم على سكان المدينة. طبعا الآن كل الأمور واردة ومفتوحة على كل الاحتمالات. طبعا الآن ضرورة تحقيق دولي أصبح وارد خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع إمكانية أن تمتد الحرب وتشتد خلال الأسبوعين المقبلين. محمد، الحقيقة أنه زيلينسكي خلال حديثه في أي محافل دولية أو أمام أي برلمانات يتحدث عن ملفين هم الأهم، مسألة المساعدات للقوات الأوكرانية، ومسألة طبعا العقوبات تحديدا على المواد النفطية الروسية. المساعدات والأسلحة بالذات، محمد، ما هي طرق أو ربما بعض الطرق المطروحة التي يمكن أن تكون جبهات أو تصل إليها هذه الأسلحة تحديدا للجبهات القتالية الأوكرانية؟ نعم فعلا، هو جبهتين الآن يعمل عليهما الجانب الأوكراني، هي الجبهة الدبلوماسية من خلال فرض المزيد من العقوبات على روسيا، والجبهة الثانية هي قضية تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية وأسلحة فتاكة تمكن من مواجهة القوات الروسية. طبعا الآن التركيز الأساسي هو على منطقة الدنباس، أي أسلحة أوكرانية يمكن أن تتحصل عليها من شركائها الغربيين بالتأكيد ستتوجه إلى المناطق الأكثر سخونة في شرق البلاد وفي جنوبها، نأخذ هنا مدينة خاركيف وكذلك مدن ميكولايف، أوديسا، ومنطقتي دونيتسك ولوهانسك. لذلك نرى الآن هناك تركيز روسي في الأساس على المناطق الواقعة بين الدنباس وخاركيف، مخافة أن يكون هناك إمداد للأسلحة من باقي المناطق الأوكرانية عبر خاركيف وصولا إلى إقليم الدنباس، مما يصعب على الجانب الروسي المواجهة في معركة الدنباس، خاصة إذا أن كل القراءات تقول بأن الجيش الأوكراني في الدنباس هو جيش متمرس وتعود على محاربة الروسي تلك المنطقة، ومن الممكن أن يشكل صعوبات كبيرة للقوات الروسية وممكن أن يحدث خسائر لا يمكن أن تتوقعها القوات الروسية. الدعم الغربي مهم كما يراه الجانب الأوكراني، حتى أن الرئيس زيلينسكي قال بأنه لن نستطيع رفع الحصار عن مدينة ماريوبول إلا إذا تحصلنا على أسلحة كبيرة جدا، يقصد هنا ممكن الطائرات وكذلك المدفعية.
نعم محمد، يعني بالحديث عن الأسلحة أريد أن أسألك على مسألة يعني نقص المؤونة العسكرية. هل يعاني الجيش الأوكراني حاليا من نقص المؤونة العسكرية، لذلك يطالب زيلينسكي يعني أينما حل بمساعدات عسكرية، وأيضا ديمتري كوليبا رئيس وزير الخارجية الأوكراني؟ أريد أيضا أن أسألك عن تصريح خاص من البنتاغون بأن الجيش الروسي يحشد قواته في إزيوم. أين تقع هذه المنطقة تحديدا محمد، ولماذا تحشد روسيا قواتها فيها؟ نعم، لو أبدأ معك من السؤال الأخير، بالنسبة لمدينة إيزيوم أو بلدة إيزيوم، هي واقعة في ضواحي منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا، هي تابعة إداريا لمنطقة خاركيف، وتقع في الجهة الشرقية في اتجاه منطقة الدنباس. لذلك ذكرت أنا أنه هناك تركيز روسي على خاركيف، وفي خاركيف بالأساس يتم التركيز على مدينة إيزيوم، لأنه إيزيوم هي الطريق الرابط بين مدينة خاركيف وكذلك مدينة كراماتورسك التابعة لمقاطعة دونيتسك. يعني هذه الطريق المؤدية إلى منطقة الدنباس، محاولة ربما من الجانب الروسي لقطع الطريق بين خاركيف والمناطق الشرقية الأخرى، وكذلك منطقتي دونيتسك ولوهانسك. السيطرة عليها استراتيجيا سيسهل لها مراقبة الوضع في المنطقة الشرقية ومنع الإمدادات من أجل محاصرة القوات الروسية في محاصرة القوات الروسية في منطقتي دونيتسك ولوهانسك. بالرجوع إلى السؤال الأول، في الحقيقة هو المطالب بدعم عسكري هي كانت منذ اليوم الأول، لأنه الأوكرانيون يدركون تماما بأن الفارق في القوة بين الجيش الأوكراني والجيش الروسي كبير جدا، ولا يمكن مواجهته بالعدة والعتاد المتوفر حاليا بالنسبة للجيش الأوكراني. لذلك المطالب هي من اليوم الأول وحتى هذه الأيام مع استمرار الحرب. يدرك الأوكرانيون قوة الروس، لكنهم يعترفون بأن إذا كانت هناك مساعدة حقيقية من الدول الغربية فإنهم سيتمكنون من المقاومة باعتبار أنهم يحاربون أجل أرضهم. محمد الزاوي مراسلنا من كييف، شكرا جزيلا لك محمد على كل هذه المعلومات والإيضاحات.